شو هالكيوت الامور الحلو، شو هالجمال، اسمه حبايبي فاسيل. اوكي فاسيل اسمه حبايبي، مرافق جديد حبايبي. مثل ما انتم شايفين اليوم نزل عندنا مرافق جديد شباب، لعبتنا فري فاير حبايبنا. هالمرافق شباب راح يساعدك باشياء كتير كتير مهمه يعني. وحبيب والله ركز معي كيف حبايبنا هذا المهارات تبعته. طب استطول لك معلم ونعمل اي شيء معلم، لا تتصلوا حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. انزل تحت حط اللايك والشير والبارتاج، وراح يكون في اكواد حبايبنا بهذا المقطع يا شباب. خلوكم مركزين حبايبي الكرام. اوكي معلم، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. هذا مرافق شاب هون، طبعا انا حصلت عليه حبايبنا. في طرق كثيره لتحصل عليه شاب، او طلع افرجيكم. اوكي حبايبنا نشوف هذا المرافق كيف حبايبنا الحصول عليه شاب. هون موجود هون نازل في التوب اب، اوكي باقل سعر 250 تمام، ولو سكن كمان ماشي حاله باللوز. اوه شغل مصارع مصارع. او حبايبنا الكرام نقدر ندخل على المتجر شباب، نجيبه من المتجر بس، ولكن يعني حبيبي والله اغلى. اوكي هذا ابو شاب وينه هذا؟ طولوا لكم معلم، انا حسيت على السكين شباب بس ما جبت هذا السكين معلم. هذا لازم نجيب هذا السكين معلم. طول راح وين راح السكين؟ طول بالك هذا هو. يا سلام عليك. طبعا شباب نفس الوقت شباب في تخفيضات كثيره باللعبه معلم، تقريبا تخفيضات مثل 50% معلم شيء باللوز. خلينا نحط هذا السكين تبع المرافق باللوز. اوكي هلا شباب خلينا ندخل على المرافق شباب. طبعا شباب المرافق مو كثير صعب تمام، راح نشوف مع بعض حبايبنا هل يستحق انه نبقى نستعمله او لا. بدنا نشوف على رواق حبايبنا. انا مطور الان ليفل 1 تمام حبايبنا، حط له هاللبس معلم. اوكي ندخل على المهاره. المهاره حبايبنا مثل ما انتم شايفين معلم، ركزوا على الكلام حبايبي يا حلوين. اوكي حظ اضافي طبعا، في كل مره يستهلك فيها المالك مستنشق معدات طبيه طاقم اصلاح يعني 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 ركزوا معي كيف يعني. اذا استخدمت معدات طبيه او اصلاح او مستنشقات اي شيء معلم يستحق يعني يتعلق بال 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 هذول قلت لكم. اوكي ممكن 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 تحصل على علبه اضافيه يعني، مثلا معلم انت بين فايت معلم وحالتك حاله ولازمك 100 كيت، ما عندك 100 كيت وضايع وضايع، عندك واحده 100 كيت او واحد مستنشق او واحد اصلاح معلم. المهم المهم شباب طبعا هذا الافضل الواحد يستخدمه مو 100 كيت. المهم عندك واحد معلم تفايت كذا اوب يقدر يعطيك 100 كيت زياده بس، ولكن شباب ليفل واحد. اوكي طبعا بس ولكن ركزوا على الكلام، هنالك فرصه شباب. خلينا ندخل شباب نفرجيكم حبايبنا الكرام كيف راح يكون. ندخل نلعب اي شيء كلاسيك على السريع لنشوف حبايبنا الكرام. طبعا شباب فرصه 25% يعني مو بالمية، اذا بالمية بالمية بتحصل بس هو الان ليفل 1. شوفوا الليفل اللي بعده نجرب نفرجيكم كيف راح يكون ليفل 1، وراح نطوره ماكس ونجربه كيف راح يكون لما يكون ماكس. يلا اوكي اكيد انتم جاهزين. مبروك حبايبنا حصل هذا الكود الرقصه حبايبنا. يلا اللي حصل عليه شباب انزل تحت حط لنا لايك، واللي طبعا اذا ما حصل عليك يعني حط لايك بس، راح يكون كمان في كم كود كمان على الطريق حبايبنا على رواق. ايزي فريزي معلم. اوكي مبروك 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 اللي حصل هذا الكود حبايبنا. اوكي انا راح ندخل معلم ونشوف الاوضاع كيف راح تكون ندخل حبايبنا. اوكي هذا اللي ندخل حبايبنا، ندخل بشي مكانك على السريع شباب، ننزل على السريع. خلينا ندخل هون بالاوبسرفاتوري على رواق، ان شاء الله نحاول نحصل على شيء 100 كيت او شيء ما هيك عشان نجربكم هذا المرافق حبايبي. بس هذا المرافق شباب يعني في كثير من اللاعبين معلم متعودين على البطريق اوكي تبع الثلج تمام. نشوف هل هذا هل يستحق هذا المرافق شباب انه نحصل عليه ونستخدمه يعني بشكل يومي ولا كيف؟ نشوف شباب كيف راح يكون الامر. طبعا هذا مثل ما قلت لكم يعني بيزيد 100 كيت اضافي، لهيك شباب لازم نركز معلم تحت تمام. هلا الان بما انه بليفل 1 ما راح يعني نسبه 25%، نجرب هل يا ترى يعني نسبه 25% كيف راح تكون. اوكي راح نشوف شي واحد هون معلم يدمجنا شوي، طولي بالك يعني في واحد نازل هون معلم حبيبي. وينك وينك وين هذا؟ وين هذا؟ وين هذا الجميل؟ وينه وينه؟ وينه الجميل اللي نزل لون معلم؟ هذا وين؟ لا حبيبي والله. اوكي راح ندخل نجرب يا شباب، راح اجيب مستنشقات بس نجرب على المستنشقات تمام؟ اوكي لا 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 ووو اوكي واحد اثنين شباب دم. ركزوا ركزوا معي ركزوا معي على الدم حبيبي، ركزوا معي على الدم. خلينا نركز على الدم حبيبي ونشوف شباب الوضع كيف راح يكون. اوكي عندنا هون يا شباب الدم تمام، مثل ما انتم شايفين عن 2 100 كيت. نجرب معلم خلينا نعبي دمنا نشوف نشوف راح نحصل على وحده شباب نسبه. طبعا لا تنسون النسبه 25% يعني هلا ما حصلنا عليه لحد الان شباب، ما صار في تهدئه بالامر. خلينا نجرب مره ثانيه نشوف حظنا كيف راح يكون، راح يزيدنا ولا كيف؟ ما زاد. اوكي ما زاد شباب، عندنا هون واحد مستنشق تمام، راح ناخذ مستنشق خلينا نشوف شو راح يصير.
طبعا ما زاد لحلان شاب لانه النسبه 25% لانه فيل ماني مطوره ماكس. anyway ما في مشكله شاب، على رواق على رواق، رح نجرب نشوف. طبعا شاب يعني هو ليفل 1 يعني نشوف. انا اجي لهون شوفوا هيك معلم. زادت معلم، شفتوا كيف طلعت شباب على اليسار؟ طلعت هيك مثل شيء. ما بعرف اذا لاحظتوا حبايبنا، رجعوا شوي ورا رح تشوفوا حبايبنا صار هيك شيء هيك يعني زاد واحد. حلو حلو، هاي بالنسبه لليفل 1 شباب. لانه رح نطلع ونحاول نطوره الان شباب. طوروا بالكم معلم، بلاش ما اطلع هيك شباب. اذا طلعت هيك معلم رح ابلع بو ريبورت، شو بسموها هذيك الناقص معلم. معني كنت عم جرب هذا من شوي. لا لا طوروا بالكم، بدي اشوف شيء شيء قنبله معلم. طوروا بالك. اوكي تعال هون، تعال هون، تعال هون، تعال هون، تعال هون. ابلع، طور بالك، املع هي. لا شباب اذا طلع لي ميتت يا حبيبي والله ما راح امشي على انه ناخذ الناقص. الناقص هذاك طبعا حبيبنا مثل ما لاحظتوا يا اساطير، ليفل 1 يعني كان اوكي يعني مو مثل الغير. طبعا هون علم على ليفل 1 تهدي 120، ليفل 2 170، ولا هذا هو ايه ليفل 3 مستويات. وكم مستوى في معلم؟ ايه هذا هو 3 مستويات. ايه 3 مستويات، مستوى 1 مستوى 2 مستوى 3. اوكي يلا خلينا نرفع معلم. ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4. طب بالك ليش هيك مسوي؟ طب طب هي مستوى 3 مستوى حيوان اليف 7 الغاء القفل. هات نشوف. اوكي معلم شو عم يصير هون معلم؟ قاعد عم برفع معلم، شو عم يصير هون؟ المستوى الحالي حلو حلو، هذا هو شباب المستوى. هذا يقصى هذا القفل، هذا معلم مسكين. اوكي هاي الحركات، اوكي شباب نسينا الرقصات تبعيته. طولوا بالكم معلم. طبعا لا لا لازم نشوف الرقصه. تيو 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 تيو، والله كيوت كيوت. كيوت كيوت حبايبي. اوكي هذا هو الليفل ماكس الان تمام. بس طول بالكم معلم، اكيد منكم عم يستنى الشغلات حبيبي والله معلم. يلا مبروك علي، وين مبروك. طبعا هذا شاف هذا كود جوهر. اوكي حبايبنا شفت الجيم. اوكي مبروك للي حصل عليه شباب. نفس الشيء معلم اللي حصل عليه، حط لنا لايك معلم، حط لنا لايك. طبعا شباب طول بالكم معلم، ما خلصنا لسه، في كمان نجرب بعد نجيب في كمان شيء حلو. يلا الف مبروك حبايبنا اللي حصل على هذا الكود. يلا نكمل حبايبنا، ندخل الان جيم على السريع ولنجرب هذا شباب المرافق، بما انه الان هو الليفل ماكس. اوكي عندنا 70 ثانيه شباب، يعني كل دقيقه معلم، كل دقيقه معلم بيعطيك يعني كل دقيقه ونص يعني خلص هيك معلم. راح يختلف الامر شباب، مو مثل المره الاولى، هيك راح يختلف الامر. يلا ندخل نشوف حبايبنا، ليتس جو. سبحان الله حبايبي تقريبا نفس النزله كانت. اوكي نجي لهون لنجرب الوضع هذا معلم كيف راح يكون. يا سلام لازم اغير له، شوف كيوت عن جد صغير كيوت معلم هون، كيوت 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 فيري كيوت. اوكي ننزل هون معلم ان شاء الله، نشوف لما يكون في مفادات معلم يغدرونا حبيبي والله. اوكي ننزل، تعال 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 هات نشوف. طبعا حبايبنا جينا نقول لهم معلم صحفتوكم صح سحوركم، ما اعرف ايمتى راح تشوف هذا المقطع. المهم اذا شفتوا بعد الافطار قبل الافطار خلص معلم، صح فطورك صح سحوركم حبايبنا جميعا، الله يسعد لي اياكم. بالهنا والشيفة بالهنا والشيفة بالهنا والشيفة. اوكي نجي لهون. اوكي عندنا هون معلم اثنين مستنشق. اوكي خلينا نركز هون عندنا. اوكي تمام، يا ترى في اعداء في هذه المنطقة ام لا؟ اوكي طبعا نقدر نجربها شباب المستنشق، فهمتوا على كيف؟ المستنشق نشوف والله معلم هذيك يعني ضربنا تقريبا يعني هي نسبة الفرصة، طبعا فهمتوا على كيف؟ بس الافضل حابين هيك. اوكي هي معنا هون معنا 195، طول بالكم معنا دمنا 195 ما في مشكله، نجرب معلم احنا زياده معنا بما انه هو ليفل ماكس لان. اوه يا سلام عليك، شفتوا معي كيف حبايبنا؟ شفتوا كيف؟ يعني الصراحه يعني 70 ثانيه يعني الصراحه اتس اوكي يعني صراحه يعني يعني شيء مفيد يعني ماشي حاله هذا الوضع. طول بالكم طبعا هون شباب في وقت التهدئه ما نقدر الان نستخدمه يعني، فهمت علي؟ ما راح ما راح يعني نقدر لانه في وقت معلم مثل اي اي مثل 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 مثل, مثل الـ الـ اي لاعب او اي كاركتر، فهمت علي كيف؟ نصبر شوي، خلينا نصبر شوي نجرب نجرب على المستنشق نشوف. يعني الصراحه حبايبنا الصراحه هسه 70 ثانيه عم تمشي بسرعه يعني شيء تمام التمام، بس وقفوا شوي معلم راح نعطيكم شيء ثاني معلم. مبروك راح يحصل هذا كمان، هذا كمان كود ثالث حبايبنا الكرام. وننتظر معلم باقي له شوي حبايبي ونجرب الـ 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 الاخير الاغير حبايبنا. يلا يلا نشوف نجرب 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 على المستنشق، نشوف عليه راح يعطينا بسرعه المستنشق ولا كيف. والله تمام تمام، طولي بالك مبروك راح يحصل على الكود حبايبنا، لا تنسونا باللايكات والشيرات الله يسعد لي اياكم. اوكي هلا هيك صار تمام تمام. اوكي تعبى معلم، خلينا نشوف نشوف اخر وضع، هات نشوف ناخذ مستنشق معلم. اوكي هي مزق طبعا طول هي واحد. يا سلام عليك زادنا معلم، شايفين معي كيف؟ ايشي حلو. اوكي حبايبي الكرام اعطينا لكم التعليقات
يا اساطير لهذا المرافق. الصراحه يعني المرافق ماشي شيء ماشي حاله تمام، بس ولكن حبايبنا يعني ممكن بديل ما لا شايفه، بس لكن ما لعب ما كلش. رح نشوف مع بعضنا شباب شو راح يعني شيء راح يكون. اوكي يا اساطير رايكم بالتعليقات بهذا المرافق شباب، شو بالنسبه لكم راح تستخدموه، شلون شو راح تستخدموه مثلا؟ هذا هو الاستخدام واحد الاستخدام بس، ولكن كيف راح تكون؟ مثل ما قلت لكم انا اخر فايتات وناس هاجمين عليك ما عندك ميت كيت وهيك وحبيب والله. سو ليديز اند جنتلمان الف مبروك اللي حصل على الكودات، وان شاء الله نحاول المقاطع الجايه يا شباب ننزلكم كمان اكواد. نفس الوقت شباب تعالوا اليوم على البث المباشر على الفيسبوك حبايبنا، راح نوزع لكم كمان هيك جوائز وحلو الشباب ان شاء الله. اوكي نحن منتظركم على البث، رابط تحت بالوصف تمام. يعني شباب تعالوا يا اخي لا تنسوا باللايكات، تقرب اللوز، السلام عليكم.